تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري. غدا الجمعة جنازة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، على أن تدفن بمقابر العائلة، حيث رحلت ماجدة قبل قليل بمنزلها في الدقي. ماجدة الصباحي قدمت للسينما عدد من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية، والتي تصنف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما. تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، فهي تنتمي لعائلة الصباحي المعروفة بمحافظة المنوفية، والتي تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاي التابعة لمركز كويسنا. وكان والدها من كبار موظفي وزارة المواصلات، واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، ودرست في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل 15 عام ذهبت ماجدة في رحلة مدرسية لاستوديو شبرا، فشاهدها المخرج سيف الدين شوكت ووجد فيها مواصفات الفتاة التي يبحث عنها، لتقوم ببطولة فيلم الناصح عام 1949 أمام إسماعيل ياسين. وافقت الفتاة دون أن تخبر أسرتها، وصورت الفيلم سرا وفي مواعيد المدرسة، وخدمتها الظروف الأسرية في هذه الفترة، حيث كانت والدتها مريضة تجري جراحة داخل أحد المستشفيات، ووالدها في عمله طوال الوقت، وشقيقها توفيق منشغل بأعماله التجارية، وشقيقها مصطفى طالب بكلية الشرطة، وأختها الكبرى مشغولة مع خطيبها في التجهيز لتحضير الزواج.